منشيرة، ايه رأيك في صوت الفنان علي حجار؟ مش معقولة يعني تسألني أنا رأيي، يعني تسألني أنا أنا بعتبره أجمل صوت طبعا، يعني أنا بأجمل صوت بسمعه. بتسمعي الفنان علي الحجار دلوقتي زي ما كنت بتسمعيه وهو زوجك؟ ما أقدرش أقول، مش عارفة. أنا بسمعه كنت زمان وهو جوزي، وبسمعه دلوقتي يعني على طول. وبعدين ما تنساش ان انا دلوقتي انا بسمعه انا وبنتي. الاول كنت بسمعه لوحدي انا وهو بس، دلوقتي انا وبنتي. انا بحب صوته في اي شكل، هو جوزي مش جوزي، ابو بنتي، كده في اي شكل انا بحب صوته. هو ما اختلفش اتنين على ان صوت الفنانة علي حجار من الاصوات الرائعة. طبعا اشكرك طيب. يعني لا الحقيقي طبعا. طيب مشيرة، انت مشيرة اسماعيل، الفنانة الراقصة الممثلة المسرحية الممثلة التلفزيونية الممثلة السينمائية، لو انت مش حاجة من دول خالص كنت تتخيلي نفسك هتشتغلي ايه؟ والله ده في حاجة انا فعلا كل ما اتفرج عليها في التلفزيون اتمنى ان انا كنت اعملها، بس دي ما اتحققتليش وما توفرتليش في مصر، يعني ان انا كنت ابقى راقصة جليد. راقصة جليد؟ اللي هو بالي الجليد. طيب احنا معانا هنا في الصندوق ده مجموعة مهن، مجموعة ورق مكتوب في كل ورقة مهنة معينة. هتطلع لي راقصة جليد؟ يجوز. يا ريت. هتنقي ورقة منهم هيطلع لك مهنة، المهنة دي هنشوفك وانت بتأديها معانا. فعلا؟ فعلا. طب ولو راقصة جليد اعمل ايه انا دلوقتي؟ انا مش متمرنة ولا اي حاجة. امال احنا هنجيب الجليد منين؟ هتجيبوا لي سلام منين كمان؟ اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام ورحمه الله وبركاته. شغل ليا النهارده؟ تعرفي تشتغلي شغلتنا؟ امان تشتغلي كده زينا وتغسلي البنك كده وتوضبي وتعرفي تبيعي؟ تحت امرك، انا جاهزه اهو مهيئه نفسي وكل حاجه والخاتم وكله تمام. اسمعي الكلام. اسمع الكلام. تعملي اللي احنا بنعمله واحسن. وماله؟ ماشي، واحنا عنينا ليك. تعال، ايه رايك تنفع ابو سيف؟ تنفع موسى. ايه رايك؟ شغلتنا شغلة امانة وموسى. امانة قوي يا معلم، امانة قوي. احنا هنشوف برضك النهارده وبعد كده هنشوف مع المعلمة. توريكي شغل. ربنا يعلم عليك. خش مع المعلمة. تعالى بعلمك تمسكيها ازاي. تعال تعال خش. صباح الخير يا معلمة. صباح الفل. ازيك يا عمنا؟ عامل ايه؟ الحمد لله. تعال تعال يلا شوف الشغل. انت واقفة ليه؟ انا جاية اهو يا معلمة. طب تعال بص الكرشة دي اهي كده. تحبي تقطعي؟ امسك الحرف كده. انا بقى انا نضفها لك تنظيفه حلوه قوي. بص ماشي، بص امسك الحرف ده كده اهو، نضيفها كده اهو. ودي الاباء ودي شغال، لو سبتك على البنك تعرف ايه تسدي بدالي. ايه دي؟ ايه دي؟ الاباوه بتاعت الكرش. عارفاه. نقول عليها حلويات. يا مرتي تتعدل كده اهو، اهي بص كده اهو، اهي وتروحي ماسكاها وروحي قطعاها كده اهو، تروحي مكمله للزبون حته. مش عايزه دي لحته ايه؟ طربوش اللي اسمها ام الشلاتيت. هي دي. هي دي حته من هنا على حته من هنا، تعرفي؟ عارفه. وريني كده تعملي ازاي. طيب اعملي قلب شوية. اهو اشتغل. اهو يا معلمة هنضفها لك حلوة قوي. نضف. يلا يا بنات. نضفي قوي وغيري المية دي. وغيري المية دي. حلو حاضر حاضر. تعالي ولا غير المية يا ولا. حاضر. بص بقى بقت بيضة ازاي؟ ماشي يجي منك.
مصري بقى، دماغك ناشفة قوي. الحلاوة دي شفتي بقى يا معلمة، كارع زي الفل اهو. انت عسل، انت هيجي منك. عجبتك؟ زي الفل. مقادم هيجي منك، قدامك سهل ان شاء الله. المهم بقى ايه يا معلمة، اليومية الحلوة. رقبتنا ليك. الله يخليك. تعالي بقى معلمك الدبيح. دبيح؟ تعال. احنا فينا من دبيح؟ تعالي، انت خايفة من الدم ولا ايه؟ تعالي بصي بقى بتذبح ازاي، وبعد كده ايه تسلخ الفرة بتاعته. تعال، انت قلبك مش لا ما انا كويسه جامد. اه انت خلاص بقيتي كويسه. الريحه الجايه هذبح لك انا بقى جمل. اتعودت كبير. وبعد كده يتجوف، واخده بالك انت؟ وبعد كده يتعلق بقى ويقفي. سليمة ازاي؟ مش طالعها كده جدع، عندك تطلعها كده سليمة زي ما هي كده. بصي ولا مقطوعة ولا فيها حاجة. دي بقى الفشة. دي الفشة ودي القلبة. بصي فشة الحالة بالقلب بتاعها اهي. الزور فشة بالقلب اهي. فاهمة؟ تعملي كده. كده بقى البافة دي بصي ما فيهوش حاجة. بصي. الله ينور عليك. الله ينور عليك، انت بكرة تبقى أحسن مني. أو اغسلي من جوه كده. ايوه كده. ايوه تاني، هاتش مرة اعملي قلب كده فوق بالراحه كده، بالراحه. ايوه كده فوق كده. ايوه نزلي كده. ايوه كده هاتي لسه الذبيحه كده. ايوه كده، مش حته واحده، ودعكي بايدي كده كده. بصي الكازلك بتعملي كده اهو. ايه ماشي زي ما انا بعمل كده اهو. بصي هاتي بقى ده شغلنا. لا بتفرج. يلا اهلا بيك يا معلمه نوره. اهلا وسهلا. اهلا بيك. بقول لك يا معلمه نوره، اتفضل. مدام مشيره دلوقتي كانت بتشتغل عندك، فترى نجحت في انها تبقى صبيه في المذبح وصبيه جزاره ولا ما نجحتش؟ عجبتك يعني؟ عجبت بس نص نص، لسه هيجي منها. هيجي منها. صحيح. بس قولي لي بقى، انت قلت لي مش عارفه نضفي الايه؟ الابوات. ايه الابوات دي يعني؟ الابوات اللي هي تبع الكرش. حاجه في الكرش. حاجه في الكرش. بتكتاك. قلت لك اجري هاتي الراسين، خفتي من الدم. طب وده اسمه كلام؟ بس المهم ان انا يجي مني. لا يجي منك بقى بتاع التدريب. طيب المره الجايه بقى ماشي. هجي لك 10 ايام. ماشي. بقول لك يا معلمه نوره، اتفضل.